السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولله الصوماليات الدفاه دوني ذا نقد داونا يأي كوانا داون دونا بوا برنامج قارة تحنانا نقن دونا أو مرتدو قوية هي فضيلة الإمام الداعي الكبير الدكتور الإمام شيخ حسن جامعي إن شاء الله بإذن الله كريم وحن كل فقور دونا جنيقة الله نقرنا جي ينوع يدي سكلت ون فضيلة الشيخ الأستاذ شيخي شرفت بدن الإمام حسن جامعي إن شاء الله بإذن الله كريم وحرجينا يا إناد كجرته هذه الله أود سر الله ورالك نقضه ورأي لسوله وهذا إن شاء الله بإذن الله كريم وبرامج كاد وذا سوه سينا عاوة وأن وأنا هل دورنا هذه الله أود سر الله ورالك نقضه جنة ينو يدي سكرت ون فضيلة الشيخ الأستاذ الإمام الداعي الكبير فضيلة الشيخ الدكتور حسن جامعي أيان سوق دورنا إن شاء الله بإذن الله كريم هذه الله أود سر الله ورالك نقضه هراء يعني أنا قبل أبدا أنا برامج كنا فضيلة الشيخ حسن جامعي مركا ونص وقلوا لما أنت نشوفه هذا وأنا محسنتهين أدبد ومحسنتهين إن شاء الله بيد الله كريم صاحب هذا اللي جعلنا هيو شوفه هذا لما أنت به وبرامج كاره أنتي إن فإذا بدلنا له أو ما ركتي أن واحد بدل كبران دون هذه الله أود سر له ورالك نقضه الإيمان نتطور شيخ حسن جامعي حفظه الله ورعاه سيد الكريم وحي شقر وأجد أنا حسن جامعي إن شاء الله بإذن الله كريم فضيلة الشيخ الأستاذ هذا كجرته شروا صاحبي لما تيم بشيق عن سوق إن شاء الله بيد الله كريم هذه الله ود سر الله لك نقضه وبرامج جارة أن كل فقير دار نش شيطان كجني جا ين نوعي دي سكلة دون تدفر بدن وحلق يا بين رأيهان أما مجا حان هستان وها وجن جو يحل لكن أنا سوق ترد الأوفة سنين أن وها ويهي ربي سبحانه وتعالى هن قال الجيو فضيلة إمام هذا يسوع قالي شروا صاحبي لما تيم في غناء وكجرة سيد الكريم أقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله جزاك الله خير سيد الكريم وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيلة الدكتور الإمام الشيخ حسن جامعي إله سبحانه وتعالى سيد الكريم هكو حفظه مركو هروا حنكا قام هاد علينا يا يدو حد أي تهي حلقي عرابضة أما قريقالك أما حلقي أدنسلنا هيد أدهو شغيكا صباحي وانحوغال وهي إن أدهدنا وقتك أد ولي وحنا قسيسين يسو أد نواحيد يسو أد دين تينا نبرا يسو جزاك الله خير سيد الكريم وانكو سورو وينيا أمين جزاك الله خيرا أولالك أحمد أديقا يا أولالها ندغيسان ايو وحان كو بلاابانايا الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين مركور ما هذا علم الله سبحانه وتعالى انكم هذا علينا لو فائده واوي من سيي كو الله سبحانه وتعالى ومسلمين ونغ دغاي ونعمه اوغو ونعمه الاسلام اللي يرهدا الله سبحانه وتعالى قران كله وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها هدي أضربتان إن أترسان نعمة إلهي سبحانه وتعالى مكو بكرتان النعمة أقوين ونعمة الإسلام إلهي إنه نجوه نونيو إن ضد مسلمين أن نحي وكتوصا توبت إلهي سبحانه وتعالى والنعمة ويتاس وكو وحن لنا الحمد لله اللبا وحن كجرنا في زمن الفتن زمن أو فتنة بضنتهاي وحديث النبي عليه السلام وتلماما وحال قارة وقتي صباح دي qofka markuu waabareysto uu ku waabareysana isagoo muumin ah galabtiina uu gaaloobayo ama haduu galabayso isagoo muumin ah subaxdi uu gaaloobayo macnaheedu waxa loo jeedaa qof aan stable ahayn aan deganayn oo aqoontidiisa iyo akhlaaqdiisa isbedbedelayso oo meel loogu sagaaga aan lahayn waqtigaas maadaama la marayo waxaan ku tacaysanaynaa ilaahay in lagu sugo xaqqa xaqqa iyo wadada toosan oo ilaahay raali ku yahay ilaahay ilaahay subxaanahu lagu sugo taasi ilaahay mugdi sanaynaa ka duca ahaan mudameetan waxaan u duceynayaa muslimiinta meel kasta ay joogto qaasatan adeega iyo inta mashruuca daacwada ka ala shaqeynayso
waayo waxaan ku jirnaa ducada ilaahay subxaana watacaala qaarkeen haddaan afurnay, waxaan ku jirnaa maaragtay 10-kii oo ugu fadli badnaa maalmaha ilaahay subxaana watacaala, ilaahay subxaana watacaala uu ku dhaartay fi suurat alfajr, walfajri waliyaalin cash, oo ibn cabaas uu yiri imaamada kaloo mufasiriintan ay ku raaceen imaam mujaahid iyo muqaatil, waliyaalin cash in loola jeedo 10-kaas habeen 10-ka maalmood ee fadliga badan oo ah dilxaj. oo xadiisna rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yiri maa min ayaam axabu, riwaayadka waxa la yidhaha acdama cinda allah, waa laba riwaayad oo kala duwan, maalmo ilaahay subxaana watacaala xaggiisa ku weyn oo 10 ah oo ka fadli badan 10-kaas maalmood ma jiro. rasuulku waa lu yidhi walal jihaad fii sabiili illah, ka waran jihaadka yaa rasuul allah, wuxuu yihi walal jihaad. markaasaa rasuulku wuxuu kasoo reebay ilaa wuxuu yihi rajulun kharaja bimaalihi wa nafsihi, qof oo naftiisa iyo maalkiisa la baxay, walam yarjic bishayin min dalika, oo waxba aan lasoo noqon, macnaheeda shahiid noqday. macnaheeda waxaa loola jeedaa qofka xitaa camalka jihaadka hadda ku jira waxaa ka fadli badan inteen oo camal jihaadnu kuma jirno, laakiin camalkanaba jihaadka laga fadli yeelay. camalka haddaan samaynayno waa 10-ka maalmood, 10 maalmood ka lahay dadku waxaan ugu sharxaa waa 24 hours waay maalintii iyo habeenkii. marka intaba hadda marka khayrkan hadda aan samaynayno oo adiga aad sabab u tahay oo boqolaal ama kumanaan kun dhageysan doonaan khayrkaas la dhageysanayo oo qaala allahu tacaala iyo qaala rasuulullah aan dhahayno xasanaad iyo ajir ayaa noo socda. xaraf kastoo qur-aana aan tilmaanno 10 xasanaad ilaa 700 xasanaad aan loo gaarsiina, laakiin xasanaadkan la helayo 10-kan maalmood way ka duwan tahay xasanaadka la helayo maalmaha kale oo ka baxsan 10-ka maalmood dilxaj. marka taasna waa ku jirnaa dadka iyo nafteeda waxaan xusuusinaya hadduu ilahay nabad nagu gaarsiiyo, ilahayna waxa lanaa allahuma balliqnaa yowma alcarafa, ilaahuna gaarsiiyo maalinta carafa. maalintaas dadkan xajka jooga hadday soomaan rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay yukafar, qofkaasi waa loo maaragtay waa loo dami dhaafayaa sanatan 2 sanadood oo ah sanadkii lasoo dhaafay, sanadkan ku jirna wixii dambi uu sameeyey waa la dhaafayaa. taana waa fursad waay oo dami dhaaf ah, waa maalinta sniinta ku beegan tahay maadaama maalinta talaadada ee ciid tahay. marka dadku waa xusuusanayaa maalinta sniinta inay soomaan oo qorshaha ay ku darsadaan oo ajendaha ay ku darsadaan, sida imaam nawawi uu yiri. imaam nawawi wuxuu yiri 9 maalmood in la sooma ayaa wanaagsan qofkii kari kara. qofkan kari karina isniin iyo khamiis iyo maalinta 9aadka isniintuu soomaya, qofkan 3 kori karin soon kalena ugu jira oo ah maalin ku dhaaf qofkii kari karin inuu soomo 5 maalmood waay. qofkii aan kari karin maalin ku dhaaf wuxuu soomaya 3 maalmood. qofkii 3 maalmood aan kari karin wuxuu soomaya 1 maalin oo ah maalinta ugu fadli badan 9 maalmood, waa yowm alcarafa, waana maalinta insha allah yowm alithnayn alqaadim, waa maalinta isniinta oo soo socota hadduu ilaah yiraahdo. marka intaas kadib jazaakum allahu khayran, barnaamijkeena waa bilaaban doonaa hadduu ilaah yiraahdo. فليتفضل مشكورا ان شاء الله. ما شاء الله، جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر له ذنبك. ولا ليال سيد المقلي سامبا وحمرتينو صاحب الفضيله الدكتور عالم العلامه الداعي الكبير فضيله الشيخ الامام حسن جامعي حفظه الله ورعاه واه قرين صوماليات علم لوير نمذا كنت في عبر سوينت صوماليات اسلام كبا عالم جليل اه قطتك صوماليات برا دين اسلام كا أقوينيها لغدا بدن كو هدلا فدي جسر يها من يابلس وحن كود قلي دونا موضوع كو سابسن جنيغا وحن نقل دونا موضوع عن موضوع جوك تأه هدي الله أود سراري رحاليك نقضو وقيب تي كواد برنامج تحانا نقل دونا وان وحل دونا وحا او يها جنيغو فضيلة الشيخ سؤاله آد أي أبدن يهين وان روغها إنا دالان تهي علمي غاقا يا عقلي غاقا نكمار أرقينو مركاز أدنغا أيا نوحيري دونا مركا آد noogu talagashay intii aad noogu talagashay marka aad nooga aamiso in aad aan caawa qaybta ku jirjirno haddii allah awoodda sareele uu raalli ka noqdo. sayidul kariim, marka hore waa maxay macnaha jinnigu iyo noocyadiisuba sayidii? falyatafadal mashkuuran maajuura. bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa ashraf xuseen sayidina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. ilaahay subxaana watacaala towfiiq ilaahna waafajiyo mowduucana ilaahna waafajiyo sida saxda ah oo ilaahay u karaali yahay in aan u abaarno hadduu ilaahay yiraahdo. ilaahay subxaana watacaala towfiiqda weydiisanaynaa, taas waa kow, allahuma amiin. intaas kadib marka hore waxaan ku bilaabanayaa mowduucan oo kale markaan la hadlayo dadka aan kala hadlayo waxaan dhahaa waxaad ila dhahdaan acuudu billaahi min ashaytaani rajiim, waa 5 kalimaad waay. acuudu billaahi min ashaytaan rajiim, 5 kalimaad dadkan dhageysanaya waxaan ka codsanaya inay ila dhahaan, oo micnaheedu ay tahay acuudu waxaa magangalayaad leedahay billaah, ilaahan hoosgalayaa,
من الشيطان شيطان حقيسه شيطان مركو حوجينيغا كان واحد يبا واي اي مركو شرح واقري دونا الرجيم نحريست الله لا فوقي مركا شنتاس كلمات لحظه وحد سو غليسا خيرو الله سبحانه وتعالى حريديسي مركا علماء حدان حسن ايات غليسا دوفيس الله او سميهي او مركا شيطان كوما سو غاري كرو جينيغا واحد ديبا كوما سو غاري كرو مركا وحان راه موضوع هوغا عبسي بدن وحان حسوستها 15 سنه كهر مساجد الموضوع عن لفتي سان كجيدين اي مركا ان كجيدين اي مركا ان بلاوي او جينيغا ان كهدلو جينيغا وو ديبسداي اسلا مركي وحان مقلي هوين فر بدن ادغيسن اي رك بدن وانا ايسو دوا هوين كحق دم بي فريان مساجد وها سيدا مساجد ان كو دخجرو كلي مركا سي كدب اي وحا دعدي حق دم شفدين اسلا مركي وحا اد او قيلساي غبر او دلن يرا وقف صدي مركيبا مركو اخشى كان دونا جيني اودي سلاك وحارة دتنا اوغو بشاريو بشارة روانا كو بلابا سي دتك عبسيدا اوغو تناز اوغو زوشو وعبسيدا اوغو تكتو وحا اوغو بشارينا يا جيني قف الهي حصايو ومسو دوانا يو دات سوى مركا مقا عيلها اوغو بلوني قف كدولو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مركا لها القرآن مركا بلابا نيسان الهي سبحانه وتعالى فاستعد بالله الهي سبحانه وتعالى هزقرا حلولوجي إذا وحول بو خيرا أتسمينيس إلهي مركا تخلص بشو جيني قوى اللقاء فوقينا يا حد خيرا بلابينا إذن كان خيرا دقي سنة إسان أنا خيرا شيقا يا مركا وحان هوس قلينا إلهي سبحانه وتعالى مركا هوس قلنا إن شاء الله عد ودبي كرملا طلبانا وكشا كان دونا إن شاء الله جيني قوى ولا خاصة قيبتا حن أما شيدانك أما كان قالك كتل ما أفافاهم دونا جيني قاسي معركتي او ربعين واحد لبو إلهي سبحانه وتعالى وحكو تلما مكيت كيسا مقلب كيسا مقلب كيسا ضعيفة وتبر درينها لكن قرمون تبر درينها ومركة آتها قف إلهي سبحانه وتعالى حصيه وسكو كالصان مركة حسيد إلهي مقبل الله بينا تاسوا كوب تلاب مركة جاونو جيني قمحوية مركة عسكو دي وحول بينا في صومالية يو. ما دام عشر كعشر صومالية هي. جيني ووحخر صوم معنا كلمة جيني مركة الله فسير آيو وشيء قرصون قرآن قرآن كنا ميلو دور أو بضن أي لغة شيء لكن علماء معركتي هل القرآن كوحيليه صدق يشان ميلو أي لغة شيء جني قرآن كريم كأ كلمة دا يضع حسوا أررت جني أنا أقول جيدا أه جنة ويسوا أررتي وحال أقول جيدا المها مركي يريهين كجيران معركته هاي ذا رحم كذا لما أركايو marka kelmadda jinni macnaheedu waxa waaye marka la fasirayo alhamdulillah yarhamu kelmadda jinni yaadiikum wa aslah walakum kelmadda jinni marka la fasiray kelima ahaan luqawiyana marka loo fasireyna luqa ahaan kelmadda jinniga waa wax qarsoon waa wax asturan waa wax daboolan waa waxan la arkaynin waa luqad ahaan مركا فسرنا مركا علمي أهان مصطلح عليه رضا مركاسي جني وحالي رضا مخلوق إلهي وأبوري وأن الله أركيني سبحانه سبحانه وتعالى وإلهي أوليهي معنا هو وقبيله ماركتي إساق يقبيل كيس معنا جنيه يو 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 نوع يسوطن ماركتي إلهي أوليهي يراكم من حيث لا ترونه وحي إذن كأركيان ميلا من كأركيني هذا وأنفر إنه وأنا أنت عن كهذا الله يوم سيدك سحتان ير ولالك أحمد سلقي جي بحوي مجال سان باول واي من يابلس سان باول ولا بمجاله أو متعامل أو سكول دكان مركا أنا سلقي جي مساجد كي أنا مساجد كإمام ككلاهي روري طبعا صنع حكي لا سان باول حكي لا ومجال ما حد قبل كواي ما شان جوج هذا ما شيء دعوة مساجد كحفيز كي كان جوجا ومركا وسان باول سلقي جي من يابلس لكن كم فوق ومتعامل واي أساس توين سيد سالي رهضة لبا مقالو أو ساسلو لجيدا مركا مركا حول لجيدا حد ماشان اللفر ايو جيني وين لجيوغان أنا قوم جيدنو مركا إلهي سبحانه وتعالى دات سواء إلهي قرآن كوكولا يحي وإذين أركايان إذين كا ما ركتي لكن إذين كا ما أركيسان هذا أنا قوم جيدنو لكن قوفك مؤمن كا وحيالها ورميسيني هاي عقيدة الإسلام كاميدا وحاكاميدا جيني إنو جيرو إنو maareektay inuu aaminsan qofka muslimka in meesha uu joogo uu la nool yahay sida hadda oo kale waxa kale qofka muslimka uu rumaysan yahay in jiniga isaga hadda inuu arkayo waa qayb iimaanka kamid ah
marka laakin tanacis macnaha waa isbedelaynaa maalinta qiyaama marka la gaaro ahlu jannaha ilaahay ahlu janna hanaga wada dhigo dhammaanteena ahlu khaydka ee dhanna ilaahay subxaana wa tacala ahlu janna ilaahay hanaga wada dhigo maalinta jannada aan galno ilaahay idankiisa isaga waan arkaynaa laakiin jinnigana ma arki karo marka isbedel ayaa dhici doona intaas ahlu sunna waljamaca waxay rumaysan yihiin waay marka markaan soo koobno marka jinniga waa makhluuq qarsoon aan la arkaynin laakiin isagana arkayo makhluuqaasoo noocyo kala duwan leh su-aashaad waxaa ka mid ahayd noocyo kala duwan muu leeyahay noocyadiisa tiro badan aan ahayo midba gaar ku weydiin doona sayidi hay insha allah wixii ilaahay naga waafajiyo maaragtay waa sheegaynaa insha allah jazaak allahu khayr sayid alkariim waxsan allahu ilayka waqafara lahu dambak baarak allahu fiik aad bay sharaf igu tahay inaan halkan ku kulanno sanbowl masaajidka addacwa baarak allahu fiik sayid alkariim imaamkeena sharafta badan alla subxaanahu watacaala xurulcaynta jannada ha ku geeyo hana kugu bishaareeyo sayid alkariim maxaa la yidhaahdaa shaydaan falyatafadal mashkuura maajuura shaytaan waa qeyb jinniga ka mid ah saan soo sheegnay jinniga waa makhluuqaasi oo ilaahay subxaanah watacaala ka abuuray wa khalaqa aljaanna min maarijin min annaar waa aayad qur'aan jinniga ilaahay wuxuu ka abuuray holac ama waxaan u maleynaa tafsiirka ibnu cabaas inuu ahaahaa ibnu cabaas uu ahaa markuu fasirayay wuxuu dhahay holaca dabadiisuu dhahay imaam anawawi wuxuu ku fasiray holaca dabadiisa inta madow a laga abuuray marka jinnigaasi marka meesha laga abuuray marka waa jaan oo dhan waayo nooc kasta oo jinni oo dhan waayo marka shaydaanka wuxuu ka mid yahay jinniga maadaama jinniga uu u kala qaybsamayo jinni oo muslimiin ah wa innaa mina almuslimuun sida qur-aanka ilahi subxana wa tacala uu dhahay wa mina alqaasituun dad muslimiin ayaa nagu dhex jiro iyo dad aan muslimiin aan ahayn ama dhaalimiin ah marka halkaas marka waxaa ka fahmaysaa jinni muslimiin inuu jiro iyo jinni shaytaan marka qeybta shaydaanka waa qeybta wax dulmaysa waayo shaytaanka marka haddii aad ii sii ogolaato inaan sii wado saddex nooc uu kala qaybsamaya shaydaanka marka culimmada qaarkood markay fasirayaan oo cilmi jinniga bartay waxay leeyihiin shaytaan caadi waa shaytaanka caadiga ah hadhow markaasi faahfaahinta waa sheegi doonaa iyo shaytaan maarid ah shaytaan maarid ah waxa waaye wuxuu ka dhib badan yahay shaydaanka caadiga ah iyo markaasi kadib waxay leeyihiin kan maaridkana waxaa ka dhib badan shaydaanka cifriidka ah marka dhibnaanta culmada waxay dhahan waxaa loola jeedaa xagga awoodda ama qudrada waxaa loola jeedaa xagga dhibka waxaa loola jeedaa xagga raad ku reebidda intaba saasay u kala awood badan yihiin awoodooda dhan waa wada dhib laakiin waa kala dhib badan yihiin marka aayadda haddaad qeyb ka mid aan akrinaynay oo fastacid billaahi laga soo qaatay ducadii acuudu billahi min ashaytaani arrajiim min ashaytaankaas culammada waxay dhaheen saddexdii waa la hooskeenayaa marka magaca shaydaan marna waa magac guud af soomaali hadaan kusoo koobno ashaytaan macnaheedu waxa weeyaan xumawalaha oo aabbaha u ah ibliis oo xumawala ah macnaa xumaan oo dhan ka shaqeynayo xumaantaas oo ah inuu kaa leexiyo waddada saxda ah oo ilaahay uu ka raali yahay oo uu kuu leexiyo waddada asiga uu rabo si aad ugu mid noqoto xisbigiisa waxaan kaloo ku qeexayaa shaydaanka waa cadow ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu kuleeyahay ina ashaytaana lakum caduw fattakhiduuhu caduwa markaas haddana waa la sheegayaa wuxuu howl uu qabanaya muxuu howshan an u qabanaya inamaa yadcuu xisbahu liyakuuna min asxaabi saciir wuxuu leeyay ilaahay subxaanaha shaydaanka waa cadow cadow ka samaysta intaas kale ilaahay kuma joojin wuxuu dhahay xisbiyuu samaysanayaa hadda ani oo kale majmuucaan samaynayaa sheekh xasan oo weligay aan samaynaya ilaa haddana aan wada majmuucaas waxa waaye majmuucatu dacwa la yidhaahdaa addacwata ila allah masaajidka magaciisa waay in dad badan nagu soo biiraan oo dadka diinta ugu yeerno hadduu muslim yahay inay diinta sinaan xusuusino sida haddaan samaynano kale marka dadkaas inay nagu soo biiraan marka dhammaanteen waxaan u soconnaa jannaan u soconnaa waxaan rabnaa nabiga calayhti wasalaam aladiina yuballiquuna risaalaati illah wayakhshawnahu kuwaas raba inaan ka mid noqono ah kuwa dadka dacwada gaarsiinayo ilaahay keliya ka cabsanayo cid kale aan ka cabsanayn marka waa urur aan wadno ururkaasi adaa kamid a anaa kamid a dhegeystayaashaa kamid ah waxaan rabnaa ducaati ila allah inaan noqono isaga ninkan xisbi uu samaysanaya isagana ilahi wuxuu lahay inamaa yadcuu xisbahu liyakuuna min asxaabi saciir xisbi weyn uu samaysanaya oo laakiin raba inay la galaan
maaragtay asaciira ama cadaabta inay la galaan. Marka sheydaanka iyadoo kooban waa intaas waay. ما شاء الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك صح الفضيلة أفرت قبل غير كجرى الله كشي شرط جرتين ربح كا حجاب ربنا هو أستر سيد أبو أستر أبو الأنبياء والمرسلين نبي الله إبراهيم عليه السلام سيد الكريم جان يجني بحيك ليه سيدي فليتفضل مشكورا مأجورا كلمة هذا سؤال كابو جان يجني وأحفر كم مرة حيو مارك تفسير كوبو في عن سيدا سؤال sababtoo ilaahay subxaana wa tacala qur-aanka markaan qur-aanka mar kasto aan u noqono inaa iyo sunnada nabiga calayhi salaam ilahay markuu yhi wakhalaqa aljaanna wuxuu ka cabiray jiniyaashi culimmada qaar waxay dhahaan waa iyagoo dhan waay jaankao dhan nooc doonaha aad ilahay wuxuu ka abuuray maaragtay waa ayad haddaan soo aqrinayno waaye naar ayuu ka abuuray marka kelmadda marka waxay tilmaamaysaa noocyadiisa kala duwan oo dhan siay u wada kooban yihiin siay isugu jiraan marka kelmadda jin haddii oo ay tilmaamayso jinniga ama shumuul ahaan oo mufrad oo hal ah laakiin oo kuli laga wado tanna waxaa laga wadaa jaan jinniyadoo dhan ayaa laga wadaa si ay u wada dhan yihiinba waxaa laga wada abuuray amay ka wada yimaadeen sida aayadda fi suurat raxmaan ay tilmaamtay maaragtay naar ama holac ama ha ahaado dabadiisii sida ibnu cabaas uu tilmaamay tafsiirkiisa holaca qeybtiisa oo maaragtay oo muuqata ama ha ahaato maaragta sida uu tilmaamay qeybtiisa madow uu dhahay imaamka annawi oo markaas kadibna xikmadda ku jirta uu sheegay madowgaasi waxay tilmaamaysaa jinniga inuu ku dhaqdhaqaaqo madowga madowga inuu jecel yahay mugdiga inuu jecel yahay waana sababta keentay in oo nabiga caleyhi salaam uu yiri habeenka maaragta anaga dadka oo insaanka ah subaxdii ay faafaan sababto ilahi subxana wa taala wajcalna annahaara macaasha maalintii inay macaash raadiyaan ay shaqeeyaana loogu talagalay subaxdii waa la foofaa markaasi guryaha laga baxayaa ummaddii oo insaanka ahayd bini aadanka ah way faafayaan iyaga marka jinniga waxaa la yidhi markay mugdigu uu noqdo markaasay faafaan iyaga markaas xadiis waxaa jira rasuulku wuxuu codsanaa uu leeyahay caruurta sababto iyaga u nugul u tabar yar rasuulku wuxuu calayhi salaam banaanka markay ku ciyaaraan banaankay joogaan ha la xareeyo ilaa habeen rasmi ay noqoto kale waa la xareeyaa markii oo maqribku uu soo galo ilaa habeen mugdi oo rasmi markay noqoto markaas kadibna rasuulka calayhi salaam wuxuu amray in ducadii la akhriyo maaragtay acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari ma khala ducooyinka kusoo arooray jinnigiisa laysaga caabiyana waa sheegi doonaa hadduu ilaahay ilaado marka iyadoo kooban jaan iyo jinni way iskeynayaan ma shaa allah jazaka allahu khayr waxsan allahu ileyka wakafar allahu dambe rabbi hakuga casuma wabiga kawthar sayidulkariim rabbina shar oo dhan hakaa xijaabo sayidulkariim مارج إساقا معنه سيدي فليتفضل مشكورا مأجورا سيدي أن سوش أغني أداح الصوتو مركي أو تفسير كعلومة ما مارك تي مارد وح وحان جنوي وحان وكل الصوحن النوع يكال الدول النوع وحاجره أو عتوبة أو أود له inkastoo iyagoo dhan awoodda ay leeyihiin ay tahay awood ilaahay subxaana wa tacaala hoos timaado imtixaan ay yihiin haddana waa mid dhib badan oo fakad ah haddaad u bixiso oo kale oo laga magan galo oo maaragtay fi suurat saafaan ilaahay uu ku sheegay maaragtay in qofka muminka uu ka magan galo dhibkiisa marka waxaa la yidhaahdaa anwaacda shaydaanta shayaatiinta waa kuwa ugu dhibka badan marka culummada marka waxay dhahaan sheydaanka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa loo kala qeybiyaa saddex shaytaan caadi ah shaytaan maarid ah iyo shaytaan cifriid ah magacyada shaydaanka ay wada wataan shaytaanka midba midka kale waa ka dhib badan yahay marka waxay leeyihiin shaydaanka oo caadiga ah raadka uu yeelanayo waxaa ka weyn oo ka dhib badan oo ka raad maaragtay riibid badan xagga xumaanta iyo sharka iyo dhibka ama jira ha ahaato ama aaf ha ahaato ama nooca doonta ahaado kan maaridka ah kan maaridka ana waxaa ka daran oo ka dhib badan kan cifriidka ah cifriidkana waa kan dhahaye waaye nebi suleymaan markuu dalbaday carshigii oo boqoradii saba in loo keeno waa kan uu dhahaya intaadana meesha ka istaagnaan kuu keeni kara anaga maaragtay awooddiisa weynanka intay gaartay ayay tilmaamaysaa marka ashkaashi wax soo ka hadli doonaa laakiin maarid waxaa la yidhahdaa wuxuu u dhexeeyaa sheydaanka caadiga ahaa iyo kii cifriidka u dhexeeyaa iyadoo kooban
ما شاء الله مدوي مثل كلامه كذب بدني هاي لكن ما شرح كجرا إسحاق. ما شاء الله، جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيلة. ربي سبحانه وتعالى حكوه بشاره جنة الفردوس سيدة أدنوغو إفتي مني شو علمك شرفت بطن لإسلامك سيد الكريم إبليسك أباه جنة مياه أسألك سيدي، فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله إبليسك سان تاريخ ذلك دي بقول نقولنا سأله صعطة علماء ملكة كشرة كان إبليس وحدي بقول لابتان ديبكي جيني إكوسا مريان أدون كمالك إمام ملايين إبليس كحليهن يدو أدون كهرتا إبليس ك ما أهن أباها جيني سو سانو صحو إبليس ك ونوع جيني يتميضة ملك إلهي سبحانه وتعالى أنا قرآن كو كشاقي إن ويهي من الجن إنه كم دهي مرك إلهي وحولي هي سوى جن كم دها أو ولكو عباد كم دها ففسق عن أمر ربي مرك أمرك يطاع عدي إلهي وكبحي مرك أسي جن صالحين تها ماشو كبحي وح كان إنه وح هي مرك أو وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة مرك أو إلهي سبحانه وتعالى ملائكته الله ضلي وحجري وحان ربا أدون كان عد ما مش أنا وصمعي هذا كاس علماء ذو حدين وحلقة فهما يتفسير ك إن ضد خوري أما مولي جري إن الجري مخلوق أن ولا جيدا مخلوق أصلا حيا حيا جيني جيني كاس خوري أما مولي جري مركة وحكم ذاها إبليس كان من الجني وحكم ذاها سيد آيات إلهي سوكالي جيني وكم ذاها ففسق عن أمر ربي أمر كإلهي سبحانه وتعالى مطاع هذا من نظام كإلهي سبحانه وتعالى كبحي وعاسيه مرك ما حد عادي مرك إبليس تاريخ سوق وبرنا ربنا كشر كأنه ما دام سواش إبليس أو يدسي كو وحان حددني إنه جني كم إذا وابه جني وصناعين لبا وحان حددني إنه كم إذا ولي صالحين تكون وناك صناع أو مرك عاسي وعاسيه وفاسق ومنطقي هذا تاريخ سيئة دو كوبر مركو إلهي سبحانه وتعالى ملائكته الله شكاستو لهي مخلوق عصبان كينا يا أدون كان معمولا يو وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا ملك واحد لان احتجاج واي هذا القضاء اللي يري هل كاسو حلقة قادنا علماء ذا يردهان قفك ملك أبود سر أي حد ليسو إني أبنان تا احتجاج إنو سامين كرو ملك حلها احتجاج أو ما أهان عاسي نمو واحتجاج أو ضلب واي قفك وحو ضلب آيا وحان أمان أنيق كوها بونا هاي أوكالي وهيبل أوسم كوها بونا محدهن أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم وحدهن إلهه إلهي لا حظ يعني احتجاج من هذا الحواي ما هي سيتوس وقور ما هذا كإلهي لكن هذا الإلهي هذا ككان سي إذا بحنا وكان وحدا إلهه ما واحد يلي سأدونك كوا فسادنا يو أو ما ركتي نظام كي أقوط لك شيء كبح يو أو واحد بربورنا يو أو ديك دادنا يو يدو مكاس أنا جنا أنجوجنا أنا جا أذك كحسينه كوا دعين أو نظام كاري إلى لنينه أنا قصوا ما كجها بونين وين معناها؟ مركو أتني الله سبحانه وتعالى أولي هاي أنا وحنا أوجه وحيد الأوجين معناه ذا حواي مخلوق نوع أتهين ناد ماشى مع ملك كرتان مخلوق أسبسوب أن صوبه إنه ماشى مع ملك كرا وقال أهان أنا إذا كجها قبضه أتني وجود ما ينتي ليه بيا وجود ما ينتي مكتئب من سوقه منه حال سوق جارا يا أيضا مكتسيبه ده أو كله إن إلهي سبحانه وتعالى مركاسي والنبي أذن إلهي وأبوريو علماء ذو حلال امتحان لقى قاضي جيني يو حاول جدا ملائكتي يو حا امتحان لقى قاضي يو آدم ومركز لا أبوري حديث واجرة ماركتي إلهي سبحانه وتعالى رسول كسو نوشه ولي هاي ماركتي جيني يو حا لقى أبوري من النار ملائكتنا يو حا لقى أبوري من النور وخلق آدم مما وصف له حديث كحولي آدم وحا لقى أبوري وحي لسفيه أولو لجيدو أيدي في سورة هذاك من قطع كلك الفقار من سلسال كالفقار حلو جوار ضابا واي ضابا أو ماركتي هذا أي على قابور وبناء هذا كأصل كيس وما شو كيم بناء هذا كاسي مركا أي مرك إلهي وهو أمره إن لاحترامه سجود القرآن في حده هو سجود احترام واي ما عن سجود عبادة ما مركا إلهي سبحانه وتعالى مرك هو أمره ملائكتي إبليس مركا سحولة جوجي ملائكته اللي جوجي واللي عبادة سنة ياري مركز كذب إلهي سبحانه وتعالى أمره مركا إن آدم وسجودا مركا وقتنا إلهي وليه فسجدوا إبليس محسن لي أبا
واستكبر وكان من الكافرين. مركا لو صفة هلكاس كصوبح كو صفة او ديد ما امرك الى او ديد صفة الله بعد نو اسلويني حالي والله با دبعد او انسان كهتو ياشو انسان كاس او خطر كو يهي نظام ميل كجيرو هذو كلا شعب كصوبح كامل سو كانت اما شعب كستو او مسلمنا اما شعب كستو او مسلمين هين هدي شعب كاس اللبا تو كاركتريس هدي اللبا صفة او بطان شعب ديدا هي نظام النظام ده ما اقوله ان نظام شرعي الوصول كو ما حكى له يسلويني او اه انا هبل سو نظام يغوص بين كرا انا هبل سان اوهوس ايمان كرا ومالك العلماء ده حنا هلكم حلقه قادنا يا ابليس ضد كراعه رقم ابليس قاطه ساسي او رقم ايغانا نظام ما اقوله ان لو شقيه كو وين سلويين وحي امليان ضد كلاين كسرعيان وضد ضد ابليس اللي هو بحيط كاسي هل كان مركب إبليس مركب أبى واستكبر وكان من الكافرين مركب محارنا عليه مركب هذه كلمة حيوي كان من الجن ففصلها عن أمر ربي سو صحر مركب هل كان مركب كان مركب الله مركب جن وكم يضحى معناه إبليس مركب أبو جن ما وكم يضحى من تاسي من تبعيدية تفسير القرآن كان من لغة عربية النحوات تذكي قانون وكم يضحى وهذه أحمد أنا وحن كم النهاية قومية الصومالي مركب كم النهاية قومية الصومالي أبونه ومنه وكم النهاية مرك جينيغا أيو كم ذا ولي جينيغا صالحين أيو كم ذا تاريخ سيف وسيسو لكن ما أنت عسي لبا أياك أنت علماء ذا حين كلمة دين كستو أبا لسوه مريي لكن إسلويني ذا أكوني إسلويني ذا كل رحبي إنه واحد جديدو قف كان مرك واحد جديد أي إسلويني هو أياك وجرتو أنا قف كم كان بلي أحمد جديد أي مرك علماء ذا تنقول يا مرك خلقته من طين وخلقتني عنها من نار خلقتني من نار وخلقته من طين مرك وحولي هاي اسكو 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 ماركتي اسكو ميد ماني انا واحد كسو جيدا قبيل كرير نار الرهايو وشغل عن قبيلة الصومالي كسوعته يسألنا واحد كسو جيدا قبيل كرير دين لا يدا ماركو حلية هاي رير دين اما رير روبة لا يحضر ربطه رير روبة ما معمول كران ما دحنا مو نقوم كران رير نار ساس وليه اما رير دم لان وحاول تفسير كواقع عندي ان كنا موت ماركا حد ماركا حداد عرفت ماركا دساس وفكر هاي نظام ملح عن كران marka tan marka aan ku xiro marka sta waaqac aan ku noolahay Soomaaliya maxay la degelaaday leeyeen dadka waxay la degelaadahay dad aan nidaam ogolayn ko isla markaasna isla weyni ku jirto anaha qabiil kale inuu la sameeyo ilaa quraan ku sheegay laakiin isla weyni ayaa jirto reer hebel lama xukumi karaan ko kala saasi leeyeen ko iyo waxa meesha soo galaysa marka waxa la yiraahdaa tabiicatu iblis iblis dhaqankiisa waa marka markaan kaga baxna meesha iblis wuxuu ka mid ahaa jinniga wali saalixiinta مركو عاسي وكبحينا وحو آبو ونقضي مركاسي قيب جنيغا حن أيوه قامن ونقضي مركاس كده وحي تفاصيلة وكهاد دينا إبليس يو أسكرتي سأسكر وليه ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير وأحسن الله ليك وغفر الله ودنبك صاحب الفضيلة ربي سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة وحق حفيد سيد الكريم جنيغ مسل إيه قالب مكان لي سيدي فليتفضل مشكور المأجورة جنيغا مسلم إيه قالب مكان لي أنت أسكري يا باهن ولي وحكر لين حتى تتصال حينا أو نوناكسن أو هل خير كجرا نوعية المسلمين تقول دونا وكجرا أنت تاس أقولين ولي وحان ربا تفاصيل حان علماء ذو حد حان جنجا وحكر لنا قدان نوعيات كل جون وكجرا ما دام هذا السؤال أنا كويدين دونا وكهذينا وحي أكو خصوصا شيء جاتو إلى إرادة لكن كلما ذو حدان إلهي سبحانه وتعالى النبي محمد قصوصية الجوني الأولي هاي وحكم الأه إن الله صدري جنيك أو مركاسي أو رسول أو نقضي هل كسر مركي وحكم فهم إيسا إن جنيك مركي أو النبي عليه السلام وي إيجا ويهر وي إنفايت كرايا شاكذا وحي كتمت إيضو قوبا مارك تودي جنايا وحي كتمت هبين هبين هذا كم يضحى أصحاب النبي محمد إيوائيين عليه الصلاة والسلام ملك استكراديان وحاليان انت تاريخ ذا نصوى مرتي وحبينك نقول والبدناية حيث ويواوايا ملك استكراديان وصولك بواوايا عليه الصلاة والسلام مركة يجب أساس أول والسنة وحبينك أن الله صحيح وقت قدم بها بينك يسوى صلاة الصبح لودو يها يا وحاك رسولك وميل فوق صوصو الحمد لله يا الحين ملك أساس وحاليان يا رسول الله محقوقنا وحان سوى الدين ملا ماركتي ملا أفضوبي ملدلي ملقاتي مركو حالي العلومات هالكاس وحالي غفاها ما يعربت اني آمن سنايين
مخلوق جيني إنه جراء أو وح قاضنايو أو وح أفضوبايو وقيب كميد أه معركتي وحل الرميسية وين الأحظة قف كمعركتي جيني ضد كوي أفضوبا ويقاتان ولا وايا حتى وقت سيدنا عمر الأحظة معركتي نين لاف دوبي أو صوت عوتي أو لو أي حاس معركتي نكاس ما كسر غير هذا حاس كسر صوت عوتي قصة عجيب بضن وهو صحيح أو صوت عربتي أو حتى مركي أفر سنة ألوي سنة سنة كأفراد سيدنا عمر هو حكومي هوين تاسي إن أو معركتي لفسقه معركتي كلي دكتور سؤال بضن هل كان كيني دونان هدو لكن ولا وين نك على كل حال مدة كذب أفر سنة كذب نيكو يصعد أيمن مركو كشاكي حراها إن لقاتي إن لحبسي إن مركي لحبسي وماغو كحرنا جيني قارضو حيستي مركي الدنبي جيني مسلمين كس وير كس وقابين من كان مركز حبسي قال لغا صوفرتي مركي لكس وحفا من مسلمين إن جيران آية القرآن كان الله سبحانه وتعالى وحكو لها في سورة الجن وإنا منا المسلمون ومن القاسطون ضد مسلمين عن لين حي يكوا ظلم سمي وظالمين آية كلا إله سبحانه وتعالى وإنا منا الصالحون وحن لين ضد صالحين صالحين هل كان محلول جيدا تدك أهل خيرك هذا نسل آيات وحلالة ومنا دون ذلك كوة كسوك يأو وصالحين عن أهن وعن لهن انت اسكلي وحلهن وحلهن كنا طرائق قددا أنا أقول حان أهن داد أو دي مكلا دون حيستي هل كان علماء وحلهن وحال لغه لا يوحي إنسان كالغه لا يجني كو أهل الكتاب اللي جني وحاجره نصرانيين كريشتنا جني وحاجره أو يهود أما الجن المشركين هاجر فرتاس وقالدي مسلمين تقولوا هذا سؤال ما هلا الجن المسلمين سؤال ما هلا كوا أو سنيين جن أو سنيين نجرا أهل السنة أو هذا ندقي سنة أو نراحسن جن وحاجر الشيعيين دراد 10 أو شيعة بان بحناي مركا شيعة دي مركا أقسام يقيب وكل قيب سمين وفربضان مركا قيبتي وقدم بيسان دميناي رافضان كان سنميي أدنى إسماعيلية عندما يجي مرة عشرة ذا نقول إن هذا كنا يبرتان مهم واي فرق ذا جرت صوت الرسول كعسان وحوري ومدى تضابات نسدح فرق وقب سما يسا تضابات نسدح ولا تضابات إلا بكم إذا النار يجلس إلا مد ما هن مد كاسير الرسول كحوري ومد كا أنيجي أصحابتي إذا وضوضوا ذو كتاجن مركا أنا جمرك حنا لقرا بقى مد داس إنام بارنو أو أن رانو مركا فرق أيا أبو رنتي شيء عادي وكجران في فرق داسي مركا وحيالا بدر عن شيء جاي أو يأمسين إن شيء عدا خاصة الإسماعيلية أو ضد كأرضاء إلا يابين وأرضاء الجامعة عن هؤلاء مركا مركو عيالا عن شيء جاي وحاكم إذا حا أو يأمسين الإسماعيلية قاركوضة إن سيدنا علي مثل وحي أمسين إمام هذا وسيدنا علي وكم دي هاي يو إمام كوجود من يجي رومسين وهاي إسماعيل ابن جعفر إمام كلام نهايو جعفر الصادق ويلكي سوى يوصل سردي إمام هذا حيسته وحيليهين إمام كاسي معصوم هو معصوم حالا لها معصوم صفة أنبياء ذكري إليه أو أه وح دنبي أه مصر مينا يو مالكاس وحي كدر سمع حالين هدي وح دنبي كدعان أنا وح دات كدنبي هو أركان هدي سمعيا هدي بني آدم كوح خلد أهو وصمعنا أساق وصمع يو خلد لو ما أركي كرو وإن لو فصيرا إن أساق وبنانته في روحي سمعنا مركز أرضي وحيدي ووحان أنت كأن المدام القرآن أنا هين حديث أنا هين مركز وحان ده هين مركز وحيدي سؤال في عن حيري أو جني مجرى نوع عن كلاسي قف كان جني قاسي لقي يا بين وحان وش هذي حان ده مركز جني يالو حاجر وحان أمسا أو شيعة أو روافضة أم إسماعيلية يوحي لمدة أو في رغضة كمدة مركز ولالك يو يدك إذا يسنا يو جني جا وحي مسلمين إنسان هو حولي هاي qaybaha insaanka uu leeyahay oo isagana uu leeyahay markaas kadib waxaan ku soo galgoynayaa jinniga waa mukallafuun anaha sida ilaahay uu amray insaanka inay ambiyada la soo diray inay u raacaan iyagana waxaa loo amray ambiyada ilaahay uu soo diro inay raacaan nabiga toos loogu soo diray iyaga waa nabiga cali sallallahu alayhi wa sallam aayad quraanka mid kale diray aan soo qaado wama qalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ilaahay wuxuu leeyahay jinni iyo insi maana abuurin ما أن أبورن إلا إن يعبدان موية هل كان حلقة فهم أي مركة جنيجا إن لغربه وحي مسلمين تلغربه مركة قارن وي إسلامين قارن وي قالوا بي كو إسلامي وكو مركة النبي عليه السلام قصد يو كو حرايا أما ضدك أن كو حرايا أو النبي قالوا وي وحلو وي وحي أدوش يجي وحود حي إنت إلا جوغي جنيا إيمت أو رير نصيبين
reer nasiriin waa jiniyaasha noocyada nooc ka mid ah, xataa waxaa la lahaa waa wada muslimiin, waayo rasuulka islaameen ilaa haddana way jiraan, mana badnaa la yiraahdaa, laakiin waa awood badiyihiin. Waa nebiga caleyhi salaam garabay u noqdeen, dagaalkuu la galeen sida malaa'igta dagaalkay ula gasho. Jinigaasi markay u yimaadeen waxay maqleen in nebiga lasoo diray caleyhi salaatu wasalaam. Markay ogaadeen marka hal qofaa u yimid sida oo rasuul u ahaa iyaga, waxay dheheen mana raaci kartaa qabiil dhan aan leenahay inay ku dhegeystaan, ay rabaan risaaladaada aad gaarsiiso. Wuu raacay marka, wuu kusoo daahay. Markaasi kadib way islaameen. Marka halkaasi maxaa kusoo dhigtay suurad dhan oo jiniga lagaga hadlayo, suurat jini, suurada la yiraahdo ilaahay uu leeyahay acuudu billahi min shaitaani rajiim qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafar min aljin faqaluu ina samicna qur'aana cajaba. Marka waxay leeyihiin qul uuxiya ilaya annahu istamaca, marka rasuulka caleyhi salaam ayaa waxa leeyahay qul, waxaad ku tiraahdaa dadkii muslimiintii aad ka maqnayd muddo dheer u sheeg, uuxiya ilaya annahu istamaca nafar min aljinni faqaluu ina samicna qur'aana cajaba. Koox oo jiniga ka mid a u yeeratay markay maqleen qur'aanka ku dul akhriyay rasuulka, qur'aanka cajaa'ib uu leeyahay, xataa rasuulka qur'aanka keligii ku akhriyay. Markuu ku akhriyay marka waxay dhahaan inaa samicnaa qur'aana cajaba. Xurmada waxna halkaas waxaa laga qaadanayaa jiniga xitaa ashkaasha laga qaadanaya, jiniga inuu wax maqlo dhega uu leeyahay, qaaluu ay dhaheen way hadleen, jiniga inuu hadlo af uu leeyahay, jiniga inay wax arkaan oo rasuulkaba ay arkeen, jiniga in ashkaal kala duwan ay leeyihin, halkaas laga fahmayaa. Markaas maxay sameeyeen? Markaas way ka hadleen, waxay dhahen yahdi ila rushd fa amanna bih. Anaa micneheed maxaa wa anaa waxa uu noo keenay risaalada hanuun iyo wadadii saxda ahayd uu dadka rasuulka ku hanuuninayaa, anaga marka amanna bih waan rumaynay. Marka halkaas maxaa ka fahmaysaa mar kale jinni oo muminiin inay jiraan ayo rasuulkay rumayeen caleyhi salaatu wasalaam. Marka iyadoo kooban jinniga nooc kastoo insaanka ah ay isugu jiraan, jinni muumin ayaa jiro, casharkan hadda akhrinayo dhegeysanayo ay fadhiyaan, nin sheekh oo caalim ah ayaa wax lil maalin qof oo jinni galay uu la hadlayay. Markuu la hadlayay jinnigaasa wuxuu weydiiyey culumo ma leedihiin oo maaragtay diinta aad ka barataa? Wuu ka jawaabay, wuxuu dhahay haa, culumo muslimiin ah, culumo waa leenahay, culumadiina insaankan waxba ka barana. Marka idan markaasi jiniga waxay kaloo leeyihiin ma ahan kaliya muslim iyo gaalo, intooda muslimiinta ah waxay leeyihiin culumo ay wax ka bartaan. Culumadaas marka wax ay ka bartaan waxay wax ka bartaan culumada insaanka ayay wax ka bartaan. Marka culumadeena insaanka oo annaga oo kale ah inay wax naga qaataan ay gaarsiinayaan. Marka qofka muminka ee daaciga ee sheekha waxaa la yirahdaa laba ajir isku helaya markuu diinta faafinayo, hal ajir insaanka oo wax uu u sheegayo, ajirna wuxuu ka helaya jinniga oo dhegeysanaya, waxay ka qaadayaan ajiru ka helaya. Marka jinniga waa wax makhluuq jira, muminiin, muslimiin, ahlu kitaab, nooc kasto insaanka oo kale laga wada helayo. Masha Allah, jazakallahu khair wa axsan lahu ilayka wa ghafir lahu dhanbaka. Laba su'aalood oo su'aalay ku jirtaan ka boodayaa oo ka jawaabtay oo mid ahayd jinnigu ambiye iyo rasuul loo diray ma leeyahay, midna ay ahayd ibliisku ma leeyahay muslim. Marka waxaan u gudbayaa, waxaan maqalnaa cirfiid, muxuu yahay cirfiidku sayidi? Fala tafadal mashkuran wa maajura. Cifriidka daayad waa soo tilmaannay iyadoo kooban, waxaan anay culamo marka jinnida ay kala qeybinayaan qeybta shaydaanka saddexa kula qeybiyaan. Shaytaan caadiga dhahaan, shaydaanka caadiga waa xumawale, xumaanwale, waxaa rabta ku tilmaan af soomaaliya haddaa rabta inaad samayso xumaanka, iqwaail insaanu ka shakeenaa markasta binaadan uu ka shaqeeya binaadanka inuu kaleexay wadadii saxda ahayd. Markaa salaada ku jirno oo aan tukanayno maalin kasta waxaan akhrinaa suuratu lfaatixa, waxaan dhahnaa ihdina siraata lmustaqiim, ilaahu nagu hanuuni wadada toosan. Hal wada toosana jirta waa islaamka, islaamkana waa ballaaran yahay, cilmi la baranayo waayo qofka si uu ogaado maxaa toosan maxaa qaloocan. Marka wadadaas qaloo toosan ayaa shaydaanka wuxuu ka shaqeeyaa inuu kaa leexiyo. Marka shaydaankaas caadiga waxaa ka daran maarid, waa kasoo hadalnay, waxaa kasii daran maaridka alcifriid. Cifriidka culamadu waxay dhaheen marka hore macnaha shakli ahaan wuu ka weyn yahay, marka labaad awood ahaan wuu ka awood badan yahay jaanka oo dhan, oo wuxuu awoodi karaa waxay kuwa kale awoodi karin. Waxaana daliil ay usoo qaateen qisatu Suleymaan calayhi salaam, Suleymaan ibnu Daawuud, qisadiisi markii uu dalbaday boqoradii in loo keeno, mid walba waxbuu sheegaya, isaga wuxuu dhahay maaragtay min qabla an taquuma maqaamik, intaadan ka istaagin meesha aad fadhiso aan kuu keenaa aniga.
marka ifriid min jin saasu ku hadlay isaga oo ifriidkii jiniga ka mid ah ayaa la yiri. Marka waxaa culamada ku tilmaamaan jaanta ama shaydaanka qaybta ugu culus uguna dhib badan ee maaragtay ayuu ka mid yahay. Hadaayti maaragtay waxay ku noqonaa raali ahow maaridka. Markii aad su-aasha weydiinaysay, waxaan ka tegay aan soo xusuustay markii oo soonka la gaaro xadiis waxaa jiro nabiga cala salaam u tilmaamay uu dhaho adduunka isbedel ku dhaco marka bisha ramadaan ay dhalato. Waa bil cajiib aduma adduunka o dhan bishaasi isbedel oo hal bil soconayo. Waxaa ka mid ah shayaadiinta waa la xirxiraa. Marka waxaa xadiisku uu leeyahay waxaa sulsilat maradatu shayaatiin, haddaa maqashid xadiiska sina maqasheena laga yaabaa, waxaa la xirxiraa oo xargo lagu xirxiraa maradatu shayaatiin. Su-aasha hadaad weydiinaysa hadaa xasuusto maaridka, marka shaydaanka kuwooda maradada ah culamadu waxay dhahayn waa kuwooda waaweyn oo ifriidka ku jiro. Culamadu waxay dhahayn halkan waxaa laga fahmayaa shaydaanka caadiya inuu banaanka joogo, sababta hadaa isweydiinaya masaajidku waaba lasoo buuxsamee. Kuwa waxaa jira weli shaah cabo oo maaragtay aan xanuunsanin, kuwa waxaa jira baararka fadhiyo. Waa soo arkay aniga, waa agmaray markaasi oo inaan dacwada u sheegno waajib ay tahay aan xusuusino. Kuwaasi maxaa ku dhacay? Shaydaankii banaanka joogay caadiga ahaa ayaa weli ku dhegan, laakiin waxaa la xirxiray wax alla wixii dhib badnaa. Marka shaydaanta kan ugu dhib badan ayaa la yiraahdaa cifriid, wuu awood badan yahay, wuu xajmi weyn yahay. Waxaa la yiri wax walbo waa kan la dhahayo wuxuu qaadi karaa maaragtay wax walbo culays leh ayuu qaadi karaa, magaalana uu qaadi karaa, laakiin awooddaas dan ayaa siiyey ilaahay subxaana watacaala ayaa ka awood weyn. Masha allah, jazaka allahu khayr waxsan allahu ileyka waqafar lahu dambag walaalaha lagu soo biiray. Waxaa noo jawaabaya fadiilat sheekh alustaad caalimul kabiir, maaragtay allah subxaana watacaala ha barakeeyo, sheekh xasan jaamici imaamka weyn ee masjid dacwa ee san paul. Sayidul kariim, aad iyo aad umahadsan tahay. Jinnigii loo saqiray nabiyullaahi suleymaan calayhi salaam wax muslim ah ma ku jireen sayidi? Falitafadal mashkuuran umaajuura. Jinnigaasi loo saqiray maaragtay culummada faahfaahin badan kama bixiyaan, sababtoo ah waxaa laga sheekeeyaa in noocyadiisa kala duwan ay isugu jireen marka hore, oo shaqooyin kala duwan oo badanna ay qabanayeen, oo ka mid ah shaqa dhulka ah, shaqa biyaha maaragtay howl laga soo qabanayo. Inkastoo oo nebigaasi khusuusiyadiisa ay ka mid ahayd in loo saqiray inay jiniyaasha noocyadiisa kala duwan dhan isaga ay ka amar qaataan, marka culummada waxay dhaheen jini kasta oo meel ku urura ama shaqo qabanayo waxaa laga helayaa noocyadii insaanka daaitaan ka sheekeynayay. Marka waxay isugu jireen jini oo maaragtay oo muslim ah oo wanaagsan oo markaasi uu garabsanayay, iyo oo markaasi isagana wehel u ahaa ama garab u ahaa marka, iyo kuwa aan ahayn muslimiin oo markaasi kuwii markaasi shaqeynaya ka mid ahaa, oo isla markaasna kuwaan muslimiinta ay ilaalinayeen iyagoo garab u ah nebi Suleymaan. Marka macluumaadka kookooban oo laga soo gudbiyo tafaasiirta ay soo gudbiyaan ama cilmi ahaan loo soo gudbiyo waa intaas. Mowduucan jiniga ah marka laga hadlayo, waxyaalaha qaarkood aan rabay inaan ku sheego waxaa ka mid ah, oo anigana aan rabo laftigeyga halkan dadka inaan ku baraarujiyo, culummada waxay ka dheeraadaan waxyaalaha oo khuraafaadka ah oo dadka ay ka sheekeeyaan, oo laakiin aan loo haynin wax nusuus ah oo saxiix ah. Nusuus marka la dhahay laba qeyba ka kooban tahay. Nusuustu waxa waa aayaadka qur-aanka ama axaadiista nabiga cala salaam ee saxiixda ah. Marka haddii oo aan lahayn aayad sugan oo ka hadlayo maaragtay faahfaahin mowduuca jinniga ah, ama xadiis sugan oo saxiix ah oo faahfaahinayo mowduuca jinniga, haddaan laga hayn culummada waxay dhahayn waxaa fadli badan in laga gaabsado. Sababtan waxay leeyihiin waa makhluuqaad oo qaybi ah aanan arkaynin. Marka haddii wax sugan aan laga haynin, culummada waxaa fiican inay ka gaabsadaan. Dadkana inay ku talax tagaan ma ahan waxaysan aqoon u lahayn ama inay abuuraan waxaan jirin. Waxaan kula rabaa inaan arrintaasan kusii tacliiqiyo dadka muslimiinta ama Soomaalida siiba, wax badan waxaa jira oo wahmi ah oo ku dhaca. Nin caalim ah oo umuurahan daraasiyey wuxuu yiri dadka insaanka markii oo ay wada xanuunsan yihiin, wuxuu dhahay dadka insaanka badankooda waa caafimaad qaba ama muslimiinta, waxaana ilaahay subxaana watacaala caafimaad u siiyey. Inta xanuunsan markuu kasoo qaatay, wuxuu yiri inta xanuunsan
boqolkiiba 70 xanuunkoodu waa wahmi. Ma fahmaysaa ida waqac? si wanaagsan sayidi. Boqolkiiba 70 xanuunkoodu waa wahmi. Wahmi waxa Allah waxan xaqiiqa ahayn. Waa waxay ka cabsanayaan xanuun ma haya. Boqolkii 30 ayaa wuxuu hayaa uu dhahay xanuunka xaqiiqiga. Ninkaas caalimka ah baxfi uu sameeyo ku saas dhahay. Baxfi cilmi ah. Ani waa arkay dad badan oo ii imaanayo oo xanuun wahmi hayo. xanuun وهم وحلول جيدة حنون عن حقيقة هين. أنا لذلك علماء ذو حير لهان حنون كوهم جاء وك حنون بدني هاي حنون كرنتا ماذا حي حنون هاي جيني يبو جرو ما نح ماذا حنا ما حنون هاي جيني كم جرو أسا ماذا حس كحنو جينا هاي خوف كاس وحقوق بهنا أكلي إنه استجيو أو إلهي سبحانه وتعالى وتلا صافته وهو أجاده أموره هرن إني قعدت إلهي كجيران مركو ساسو أدقه بيدي سيد دكتور فرحي مركز كده من حون قنايا قف عافي ما تقض لذلك إله سبحانه وتعالى ذات سوى إله أولى هاي ألا بذكر الله تطمئن القلوب حسك إلهي ومعنى الوجه إلهي ناد حسوس ناتو مر والبا يأوذيه سا أيا وحكين سا قفك إن ودقو وراح استقلب جاج مرك ودقو حنون أوطن أيا كابا أي حنون بابا أو بناء الخدعة وحنون وحنون نفسي أهوى المركز iyadoo kooban marka way isku dhex jireen maaragtay macluumaadka caamka ah iyadoo kooban masha Allah jazakallahu khair sayyidul karim wa ahsan allah ilayk wa ghafar lahu dhanbak in qaybtan hore caawa su'aashan ayaan ku soo gabagabayn doonaa hadii allah wada salaam ilaali ka noqdo madama aad noo naxariisanayso annaguna ku naxariisanayna waan ku fasaxaynaa sayyidul karim marka jinnigu ma wuxuu ahaa maqluuq ka horeeyay aadanaha سؤال جسدي إذا جابت ذوي قابلتا وحنا في سورة البقرة دايتا كعدي جيني جوحوها ماركت مخلوق بين آدم هرتي سجري وحنا ديلو آيد يا دايتا آخر نيت وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى وحولي هاي ملائكة الله ضايا أنا وحنا سمعنا يا مخلوق عصب أن أبو رايا مخلوق قاسي ما كان أبو رنا وحنا ربا مخلوق قاسي أدون كره إنه ما مله مركل كاس عمد الحين وحلا يقاطي مخلوق قرأ جري وجيني jiniga marka adduunkii ku noolaayeen intaan anaga aan iimaan ka hor jiniga marka adduunkaasi way dagaalameen marka dagaal inay dagaalameen culimadu waxna wax laga qaadaa dagaal wali oo dhig ku daatay oo aad loogu baabay sida dagaalka civil war oo kale Soomaali ka dhacay oo lagu baabay oo kale ayaa loogu baabay civil warrada adduunka ka dhaco oo maaragtay aad loogu baabo ama dagaaladii waaweynaa ay dhacay oo kale markaasi kadib ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu amray in laga nadiifiyo oo markaas kadib makhluuq cusub oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu talagalay in uu abuuro aadam waha marka waad qala rabbuka lil malaa'ikati inni ja'ilun fil ardi khaliifa inni ja'ilun macnaha khaliqun wa qulun xidan waxaan abuuraya cid wakiil iga ah oo dhulka maamuli doonto ciddaasi marka waa insaanka iyo aayada kale waxay ahayd inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibaal ilaahay markuu adduunka uu maamulay oo qoladaana ay ku fashilmeen amaanada maamulka loo jeeda hada fiiri madaxweynaha ama madaxweynayaasha adduunka ama prime minister ka dhammaantooda ama qof kasta oo mas-uul ah wuxuu hayaa ammaan u hayaa amaanada marka waxa waaye waa mas-uuliyad ku hoos imaanayo aad xuquuqdooda ilaalinaysid ilaa lagaala wareegayo ama ilaa aad ka dhimato mas-uuliyaddaasi marka maamulka adduunka hadda madaxweynayaasha mas-uul kama aha shacabka oo keliya waxay mas-uul ka yihiin dhulkaas oo dhan dhulka xaquu leeyahay dhirta xaqay leedahay xayawaanada xaqay leeyihiin ilaa sayidna cumar uu dhahay xataa albaqla maaragtay albaqla waxa waaye baqasha soomaali meesha lagu dhaho oo kale hadday dhulka ay ku dhacdo macnaha dhulkii oo aan la nadiifin oo meel xayawaanku ku socon karo aysan noqon ay kufto ay jabto anaa mas-uulka noqon lahaa hadda waddanka Mareykanka wuxuu lahaa tort law waa qaanuun islaamka laga keenay iyaga 100 sano ka hor qaanuunka Mareykanka ay sameeyeen laakiin anaga 1400 sano ka hor ayaa sidna Umar wuxuu dhahay baqlaw ka hadlay sidii insaan xitaa kama hadal xayawaan haday turaan turoto ee jabto dawladda ka mas'uul xayawaanka dawadiisa salo la jeeda marka amaanadaas oo dhan ayaa Ilaahay wuxuu leeyahay in aradna amaanata amaanada mas'uuliyadda waxaan u bandhignay ala samawaati wal ardi wal jibaal samaawaadka dhulka iyo buuraha oo dhan waa makhluuqaad waaweyn waaye culimadu waxay dhahaan iyagoo caqli loo yeelo wax maamulaya loola jeedaa laakiin sababtoo ah
qofka hadduu caqli leen wax ma diidi karo wax ma ogolaan karo. Halkaasaa laga fahmay marka caqliga loo sameeyaa la yiri, markaasaa la weydiiyey ma maamulaysaa? Afwan. Markaasa waxay yidhahdeen inna caradna alamaanata cala samaawaati walardi waljibaal faabayna an yaxmilnaha. Marka diidmadana waa siiti hore oo kale, waa diidmo ixtiraam ah, ma qaban karno macnaheeda. Fiiri sababtoo ah ilah subxana wa tacala wuxuu leeyahay inna caradna alamaanata cala samaawaati walard faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha. Yaa qaaday marka? Waxamalaha alinsaanu innahu kana daluuma juhuula. Marka wuxuu xambaaray amaanadii insaanka. Marka insaanka waxaa loola jeedaa insaan oo dhan ayaa wuxuu xambaaray. Marka insaankaasi ilaahay subxaana wa tacaala ku kalifay inuu xambaaray amaanada. Marka insaankaasi marka hortiisa adduunka waa lagu noolaa, waxaa ku noolaa jinniga, jinniga ugu dagaalamay, dhiig badanaa ka daatay, waxaa diilu ah maaragtay qaab dhiigga ugu daatay waxaasoo dhan faahfaahinteeda ee maaragtay tafaasiisheeda anaga ma garin, laakiin qur-aanka waa laga akhrisan karaa. Sababta waxay leyin atajcalu fiiha man yusudu fiiha wayasfiku dimaa wanaxnu nusabixu bixamdi atajcalu fi ama waxaad yeelaysaa. Malaa'igtu waxay ogaadeen in lagu dagaalamay, in oo fasaad u dhacay. Fasaad waxaa laa nooc kasta oo corruption a dhacay, corruption waxaan ama musuqmaasuq hadda loo yaqaan waay, musuqmaasuq siyaasadeed ayaa jiro. Qof xigtadaada meel muhim inaad u dhiibto isagoo aan aqoon u lahayn. Musuqmaasuq dhaqaalaha jiro, in dhaqaalaha aad u dhiibto ruux xigtadaada oo qof kalaa kaga haboonaa. Musuqmaasuq waxaa jiro oo maaragtay bulshadeed. Marka nooc kasta oo musuqmaasuq ay dhahaan culimmada, nooc kasta oo fasaaday sameeya nimankii aan dhihin makhluuqan jinniga ah. Marka ilaahay subxaana wa tacaala qadartiisa waxay noqotay in makhluuq kale uu keeno oo jinniga ka dambeeyey, makhluuqaasna waa insaanka. Wa maasha allah, jazaak allahu khayr wa axsan allahu ileyka waqafa allahu dambak. Intaada noota inana dardaarmin su'aal muhiima oo gabar ay soo weydiisay, waqtina aan u helin aan culimmada ku weydiiyaan ka faa'iidaysanaya. Jazaakallahsu'aal la soo dhexgeliyaan rabay inaan ku dhaho degdega ugu jawaabayna, haddii su'aala lasoo dhexgeliyo waa iisoo gudbin kartaa, insaan rabin aan ku dhaho. Ha, waad mahadsan tahay. Waxaa la leeyahay dadka yar ayaa wuxuu soo qorayaa, waxaa jira dad la qur-aan saaro oo dad ka dhex hadlo, dadka ka dhex hadlaya ma jinna ayuu leeyahay sayidi fale, tafadal mashkuuran maajuura. Aya horta culummada ahlu sunna waljamaaca waxay aaminsan yihiin waxa la yidhaahdo almas, ama qofka inuu maaragtay ama dukhuul aljin fi linsaan. risaalaa jira xitaa imaam ibni baaz arrintaas uu ka qoray, uu ka faahfaahinayo, inkastoo culummadii hore xitaa ay wax ka qortay. Aayado badan oo dalaaisha qur-aankana way jirtaa oo ilaahay subxaana wa tacaala hadlay lam yatmathuna insun walaa jaan. Maaragtay markii laga hadlayo xurul ciinta, oo haddaa taa nagu duceynaysay, ilaahay wuxuu leeyahay insana ma taaban, jinina ma taaban. Manaa culamada qaarkood meeshaas xitaa ilaa qaar way sii fogaadeen, xitaa waxay dhaheen tazaawuj ayaa ka dhexeen karo maaragtay jinni haddii gabadha aysan isxifdin maaragtay kulay xalqadaha soo socdaan ka hadli doonaa, waxaa suurtagal ah xitaa inuu la jiifan karo oo maaragtay uu ku samayn karo jinsi ama ninka haduu yahay ama haween haday tahay nin oo jinni ah inuu u imaan karo, ama haddii oo nin uu yahay naag jinni ah inay u imaan karto. Intaasoo dhanna waa inta oo rasuulka alayhi salaam uuna baray oo ah inaan xisni samaysano, aan isku ilaalino dikriga. Markaas dadku waxaa la dardaarma laba shay, dardaarankaasna dhow dib aan u dhiganaya maadaama waa ku jirtaa su'aalaha sida looga magan galo jinniga insha allah. Iyo dardaarkan oo ku daraya sababtoo ah inaan gaari doono waqtiga soo socda ilaaha og. Laakiin qofku ka dhex hadlaa waxaa loo jeedaa jinniga markuu galo wuu ka dhex hadlayaa. Axaadiisa loo soo dirishad waxaa kamid ah hal aayadaan sheegay, aayado kalena way jiraan. Axaadiisa loo soo dirishad waxaa kamid ah xadiiska oo dhahayo rasuulka alayhi salaam ina shaytaana yajri majra dam, shaytaanka wuxuu ordayaa meesha dhiigga uu ordo. xadiiskaas labo tafsiir culimmadu ku fasireen. Tafsiir waxay dhaheen sida dhiigga uu u dhex ordo, macnaha anaga dhiigga xididu ku jiraa sooma, xididkaasi waxaa dhex ordaya dhiig sooma, saasoo kale wuu ordayaa. Macnaheedu waxa waaye jirka uu dhex ordayaa waa shaydaanka. Culummada qaarkood waxay dhaheen maciyay ku timaamen, waxay dhaheen dhiiguu la ordayaa, macnaha dhiiguu la soconayaa. Marna waxa waaye iskiisa meeshuu doon wuu ordayaa,
ama marna waxa waaye meesha nafta ee joogto oo dhan jirka uu joogaya, inkastoo aysan kala fogeyn, laakiin waxa ula jeedaa marka uu galaya dukhuuluhu, inuu galayo koley annagana culumo ahaan waa soo aragnay. Laba sheeko kaliya kusoo gabagabaynaya, sheeko Axmed ibn Xambal iyo waxaan kusoo gabagabaynaya sheekooyin badan anaga aan la kulmay, inkastoo aan saan kuu sheegay ahlusunna ay qabaan jinniga qofka jirkiisa inuu galayo hadduusan qofka iska celin, maanaa qofka inuu iska celiyo, qofkan uu iska celin kara way sahlan tahay. Inay waxaan dadka la weynaadaan oo aan diidaya sababtoo Ilaahay subxaana wa tacala asa fabicizatika afiir wuxuu lahay wuu dhaaranaya, yaa dhaaranaya Ibliis, waxaa leeyahay Ibliis wuxuu qiray Ilaahay subxaana wa tacala jiritaankiisa. Marka wuxuu leeyahay la'ugwiyannahum ajmaciin ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin, waxaan baadiyeynayaa ajmaciin, wuxuu la jeedaa insaankii oo dhan waa baadiyeynaya, ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin, ilaa labuu ka sarreeyo. Marka cibaadaka waa sifadi wale addoommada kuwa adiga addoomma kuwa sifada addoonnimada waxaa la yidhi waxaa jira laba qeyba abuurmaysa markii addoonnimo ay timaado. Englishka kale waxa lagu yaqaan slave waa addoonki iyo master iyo qofkii sayidka ahaa. Marka Allah huwa sayid baa su-aasha mar lagugu qabsan jiray. Ilaahay subxaana wa tacaala sayidna waxaa loola jeedaa halkan waa macnaha Allahu samad tafsiirka ay leedahay ka mid tahay ilaahay Allaha maamulaha keliya wax maamulo waay, addoonkii la maamulayn waa insaankii. Marka insaankaasi markuu isdhiibo wuxuu noqdaa addoon buuxa. Marka qof isdhiibay oo addoon buuxda noqday, haddana almukhlasiin oo daacad ah oo ilaahay subxaana wa tacaala wax walba u sameynayo, aniga qofkaasi awood kuma leh, saasuu dhahay Ibliis. Halkaa marka farxadii u tahay waxay farxad u tahay dhammaanteenna haddii laba sifana laga helo oo ah qofka shanta waqti tukada addoon ilaahay noqdo, ilaahayna wax walba u sameeyo, cid kale aan raali gelin, ilaahay kaliya raali geliyo, ballanqaad buuxdaa la siiyey inuusan shaydaan ku taabanin jirkaagana uusan galayn. Horta taas waa intaas waa bishaaro. Marka ma geli karaa, wuu geli karaa. Laba tusaalean dhahay, hal tusaale waxay ahayd waqtiga Imaam Axmed ibn Xambal, waxaa la yidhi gabar ayaa jirtay oo jiniga galay, marka imaamka qur-aanu ku akhriyey qur-aankiisii wuu gubay, jinnigu wuu ka baxay, martabna kuma soo noqon. Muddaa kasoo wareegatay, imaamka markuu dhintay kadib, isla jinnigii noocii ayaa kusoo laabtay. Markuu kusoo